للأسف الستربي مور كومبايند فوتينج الايزوليت فوتينج صممناه بكل سهوله عشان اكسل. انما للاسف الكومبايند والستراب وبالذات الستراب ما ينفعش تحل الا مانيوال. لا معلش بس الكومبايند ليها حل. الكومبايند ليها حل. ولو اتاكدت من الحل بتاع الستراب هو في حل للستراب بس اتاكد منه بس ان هو صح. اشرح لكم في محاضره ثانيه. النهارده نشرح الكومبايند. هنعمل الكومبايند بالبرامج. بس ازاي بقى؟ محتاجه بس ان انا تفكير شويه لان هي فاهمه شويه. انا عندي بص يا هندسه ركز معايا. عندي عمود كده وعندي عمود كده. جيت عملت قواعد منفصله ليه؟ القواعد المنفصله حصل لها بلاك. انا لازم اعمل قاعده واحده مشتركه. فالقاعده المشتركه اهي لازم يبقى ليها ابعاد لازم يبقى ليها تسليم. ماشي ما اختلفناش. بس ممكن اعمل قاعده مشتركه اوفر شويه من دي. ازاي اوفر شويه؟ تبقى القاعدة مايلة كده. مايلة دي ممكن تبقى اوف شوية. عايز اجيب الابعاد. ازاي اجيب الابعاد؟ انا عندي عمود. العمود دوت دي رياكشن. الرياكشن بتاعه في نص العمود اهو. R1 وعندي عمود تاني دي رياكشن اسمه R2. عايزين نجيب المساحة. واحنا قلنا احنا هنجيب المساحة اللي هتوفي الستريس ولا الشير ولا البانشنج. الستريس مين هو بقى الستريس؟ اللي هو البير كباسيتي. طيب مجموع التو رياكشنز مش دي كده اسمها توتال رياكشنز او ريزلتنت. التوتال رياكشن اللي هو الرياكشن الكلي. طب الرياكشن الكلي دوت البير كاباستي اصلا يا ستريس. واي ستريس في الدنيا هو ايه على ايه؟ هو على مساحه. يعني رياكشن على اريا. يعني لو جبت الاريا مكان البي سي يعني لو قسمت الريزلتنت على البيرنج كاباستي يديك الايه؟ الاريا. يبقى دي اقل مساحه لازم تكون موجوده. طب حد يقول لي الاريا اللي جت هي اريا البي سي ولا الار سي؟ على حسب. على حسب الايه؟ سمك البي سي. انا جيت قلت لك ان سمك البي سي بتاعتنا 30 سم. يبقى المساحه دي مساحه ايه؟ بي سي ولا ار سي؟ بي سي. كل سهولة اقدر اجيب مساحة المسلحة ولا لا؟ ازاي؟ بوكس 30 سم. يبقى انا لازم احقق الشرط ده. الشرط الثاني مش احنا قلنا ان احنا عندنا العمود لازم السي جي بتاعه يبقى في منتصف القاعدة صح؟ عشان ما يحصلش ايه؟ اكسنتريستي. الاكسنتريستي هتسبب عزوب. يبقى انا لازم اجيب مكان المحصلة موجودة فين بالظبط؟ تبعد كام بالملي؟ وبعد ما اجيب مكان المحصلة المساحة دي بقى احطها بوضعية معينة بحيث السي جي بتاع المساحة دي يكون هو مكان ايه؟ نقطة المحصلة.
عملت اللعبه دي بعد كده خلاص خلصت، اخش اجيب التسليح وخلاص. افتح بقى كده المنزله في الاخر خالص، صفحه 400 وشويه في الاخر خالص، افتحها من الاخر. يا عم حل المسدل الارقام. من الاخر خالص 400 وشويه. اخر حاجه خالص من كويس. 473. مليني كده، انا عندي عمود هنا وعندي عمود تاني هنا، صح؟ العمود ده الرياكشن بتاعه بكام؟ 110. العمود ده الرياكشن بتاعه بكام؟ 200. يبقى ريزلتر انا هفرض اسيوم ان تي بي سي 30 سم، ار اللي هي ريزلتر هتساوي 200 زائد 110، 300 وكام؟ 310 طن. انا هفرض ان البيرنج كاباسيتي 1.5 كيلو جرام لكل سنتيمتر مسطح. لو ضربت الكيلو جرام لكل سنتيمتر مسطح في 10 في 10 هتديك البي سي 15 طن لكل ايه؟ متر مسطح. طب الاريا البي سي تساوي مين بقى؟ الريزلتنت على البيرنج كاباسيتي. بس لازم تكون الريزلتنت وركينج. وانا قلت لك الاحمال دي وركينج. يبقى انا هقسم كام على كام؟ 310 بالطن على ال 15 بالطن لكل متر مسطح. الطن هيروح مع الطن والمتر مسطح هيطلع فوق. احسبها كده بقى بموبايلك كله يطلع كام؟ 20.67. يبقى على الاقل متر مسطح. يبقى على الاقل المساحه القاعده العاديه تطلع كام؟ 20. ينفع تبقى اقل؟ ينفع تبقى اكتر؟ طب انا عايز اجيب مكان المحصله، ازاي اجيب مكان المحصله؟ وصل سجل عمود بسجل عمود. افرض ان المحصله تبعد عن الاتجاه ده مثلا مسافه اكس. هتقول بقى خط مائل مش مائل، الحاجات مش تفرق خالص. اكس. طب الطول ده اصلا كله كام؟ 3 متر. جبته من 3 متر؟ قسته. قسته بالاوتوكاد اهو. عندي خط كده وعندي خط كده، وجيت قست الخط من هنا لهنا، طلع لي كام بقى متر؟ 3 متر. طب دي كلها 3، ازاي اجيب بقى المسافه اكس دي بقى؟ خد العزوم. اخد العزوم ازاي؟ اجي اقول 110 في 3 هيساوي ار اللي هي بيبقى الار 310 اكس. هتطلع كام اكس؟ متر. 1 متر تقريبا، صح؟ التحدي بقى ايه هو بقى التحدي؟ ان انا اقسم مساحه السي جي بتاعها يبعد قد ايه من النقطه دي؟ متر. بس المساحه اللي انا هرسمها هي مساحه عاديه ولا مساحه مصلحه؟ عادية. بس بكل سهولة أقدر أجيب مسلحة ولا لأ؟ بكل سهولة أقدر أجيب مسلحة؟ إزاي؟ وصلت لجوه. مش أنت يا هندسة المفروض بعد ما تعمل كده تشيك على الشير وتشيك على البونشيك؟ صح؟ لو رسمت العادية كده.
العادية أو بتقص الدجوة 30 سم. فلما أخد قص الدجوة بص المسافة بتاعت الرفرفة من وش العمود لنهاية الأعلى مسافة كبيرة وصغيرة. المسافة الصغيرة ديت أيوة بتتساوي مع الشيلة ولا مش شيلة. طب أعمل إيه بقى؟ خد المسافة من وش العمود لنهاية المسلحة من نص متر متر. يعني لو انا عايز المسافة من رش العمود المسلحة نص، تبقى المسافة من رش العمود العادية لا تقل عن كام؟ 8 من 10. عرفت منين بقى؟ نص ورفرفة 3 من 10. تعالى بقى نفكر مع بعض. انا عايز مساحة تديني 20 وعايز على الاقل للرفرفة 8 من 10، صح ولا لا؟ ليه 8 من 10؟ عشان انا برسم عليها ولا مسلحة؟ عادية. يعني انا هعمل ايه؟ هفكر. هاجي اقول انا عايز ارسم خط، الخط دوت عمودي بيربنديكولار على الخط ده، في مشكله؟ بس الخط ده انا هاخده كده موف واحطه كده هنا، هوصل كمان ده لحد النهايه واخد الخط دوت موف واركبه هنا كده، واخد واحد زيه كوبي الناحيه الثانيه، وهاخد اوفست من الخط ده مسافه على الاقل قد ايه من وشمال؟ لا مش نص، مش نص، 80. ليه 80؟ عشان برسم عاديه. طيب تعرف تمد ده كده وتعرف تمد ده كده؟ تعرف تجيب لي الطول ده كام؟ 5.5. يبقى انا محتاج طول قد ايه الناحيه الثانيه؟ 20 على 5 45. ثلاثة 66، نصها فوق ونصها تحت، يعني اقسم على الاثنين 1.85. يبقى انا هعمل اوفست للخط ده 1.85 فوق 1.85 تحت، وبعدين همتش كده، وبعدين اعمل فلت. ده الفيرست ترايل، التجربه الاولى، ممكن تنجح وممكن تفشل، وعلم عليهم كده واقول له جوين. لما عملت الجوين بقى كلهم بولي لاين، اقول له ليست المساحة 20.15، انا عايزها 20.67. طب انت محبكها قوي الصراحة، ما تطلع هنا 2 متر وهنا 2 متر، او تطلع دي 9 من 10 ودي 9 من 10 اهو. يعني اقول له مثلا اوفست بوينت 15 ولا حاجة يمين وبوينت 15 شمال، واعمل فلت. جوين ليست المساحه دي بكام؟ 21. سيف ولا انسيف؟ بكل سهوله هقول له اوف 36 سم لجوه، بس انا مش عايزها دلوقتي، مش عايزها دلوقتي. انا عايز اطمن على ايه بس؟ عايز اطمن ان السي جي هو السي جي. طب انا همشي قد ايه من النقطه دي؟ 1 متر. يبقى انا اشد خط كده ومن الخط ده كده امشي 1 متر. يبقى هنا لو انا رسمت بوينت هنا كده، البوينت دي تمثل ايه؟ سي جي الريزلتنت ولا سي جي القاعده؟ لا الريزلتنت. القاعده فين بقى؟ السي جي بتاعها بالتقريب، بالتقريب السي جي بتاعها هيبقى هنا كده. هو هو ولا لا؟ طب هو لازم يكون هو هو؟ لا مش لازم يكون هو هو، مسموح باكسنتريستي 5% من الطول. مسموح باكسنتريستي 5% من الطول ده كله. يعني المسافه من هنا لهنا كام؟ 5% من الطول ده. دي الميجر يعني.
يعني طب الطول ده كله كام؟ 5.75. طب ال 5.75 في 0.05 تديك كام سنتي؟ 28 سنتي. لو انا جيت قست كده المسافه من هنا لهنا مديك كام سنتي؟ 43. يمشي؟ طب الحل؟ ازود الابعاد شويه. حلو قوي. فزود هنا مثلا 20 سم وزود هنا 20 سم كانك لو زدت مغازين. لا يبقى انا عايز اجيب القعده يمين كده شويه، يا اما اعمل لها موف يا اما اكبر الدرع ده شويتين. فلما اكبر الدرع ده شويتين السي جي هيتحرك شويتين، بس لما اكبر ده شويتين اللي يحصل المساحه هتكبر. لو انت عايز تضمها شويه ممكن تعمل ايه هنا؟ تقلل. لو انت مش عايز مش فارق. يعني اعمل اوفست للخط ده، اوفست للخط ده مسافه كام مثلا؟ 20 سم. نجرب كده 20 سم. وصل قرب ولا ما قربش؟ قرب. ثلاثة وثلاثين. هاد ده كمان 10 سنتي. وصل ده هنا، وصل ده هنا، قرب ما نفعش. اوفست ربع وهكذا. ثواني بس يا عم، ايه اللي حصل كده؟ قرب خالص خالص. لازم يلزق 15 سم خلاص. طب كده المساحه كام بقى هندسه؟ جوين المساحه كده 22. طب انت عايز مساحه كام؟ فرقت ولا الهوا؟ طب الطول ده كده كام يا هندسه؟ ستة متر. طب الستة متر عشرة في 0.05 تديك كام سنتي؟ 30 سنتي. طب انا كام؟ يبقى انا سيف ولا ان سيف؟ خلاص مش محتاج ان هي تلزق يعني. خلاص بقى اقفل على كده، علم على دولة تمسح، علم على دولة تمسح. اعمل اوفست كام سنتي؟ 30 سنتي. يديك مين ال 30 سنتي ده بقى؟ يديك القعدة العادية. يبقى دي كده قعدة عادية، دي كده قاعدة عادية، ودي كده قاعدة مسلحة. يبقى انا هعمل لير اسمها بي سي، واعمل لير تانية اسمها ار سي. مفيش اي مشكلة خالص. دي كده الابعاد. الحديد اخد شريحه بقى كده واحط الاحمال بايديا وبتاع؟ لا، هندخلها على البرنامج السابق. ليه بقى؟ بص، انا عايز ادخل ايه؟ عايز ادخل العاديه ولا عايز ادخل المسلحه؟ طبعا مسلحه، عزوم بقى وكده واحمال. يبقى انا هعلم على المسلحه واعلم على عمدان واخدهم كنترول سي وافتح لوحه جديده اخدهم كنترول في. هندسه ركز معايا، العمود حمل ولا سبورت؟ حمل. هل هاخد العمود واقول له اساين جوينت ريستريم؟ لا، العمود المره دي هقول له اساين جوينت لود، صح؟ يبقى العمود معايا كحمل. طيب مين تاني معايا؟ القعده نفسها. طب القعده دي مش هي بلاطه؟ يبقى امثلها شيل اليمنت ولا ايه؟ شيل اليمنت. يبقى انا هعمل لاير اسمها شيل او الشيلز، اسميها شيلز وخلاص، وديها اي حاجه. الشلاب بتاعتك لما تبقى المساحه صغيره تعملها نص في نص ولا ربع في ربع؟ ربع في ربع. 3 اف ربع ربع ربع. هاخد الشلايه دي واقول له موف، احطها هنا كده واعمل ايه؟ الري
المسافات هتبقى كام؟ ثواني يا جماعه محدش يتكلم في اي وقت. المسافات هتبقى كام؟ ربع ربع. اعلم على دي كده وشدها. هندسه دي الشلات مش موازيه للقاعده زلفها روتيت. علم عليها كده روتيت. فين البيس بوينت؟ اي مكان. طب هتلفها على زاويه كام؟ وانا لسه هقيس. في حاجه هنا اسمها ريفرنس. في حاجه هنا اسمها ريفرنس. كم هي الريفرنس انجل؟ مش عارف. يبقى انا هحدد الريفرنس انجل بنقطتين. مين هما النقطتين؟ النقطه دي والنقطه دي. لا التانيين بتوعي انا اللي انا هلفهم. لا هلفهم. هتلف مين؟ النقطه دي والنقطه دي. يبقى هو كده ماسك وبيلف الضلع ده. طب هتلفهم على مين؟ النيو انجل. ما انا برضو مش عارف اقول له ايه بوينتس. مين هما بقى النقطتين؟ النقطه دي والنقطه دي. تاني روتيت. فين البيس بوينت؟ دي البيس بوينت. فين الريفرنس؟ الشلات ولا القاعدة؟ فين؟ طيب وحطها فين بقى؟ بوينتس القاعدة بقى نفسها. اخد بقى الشلات بتاعتي واخدها موف كده واحطها هنا واعمل ايه في الزيادات؟ اسحب دي لتحت. بس لو انت خدتها البرنامج السيف دلوقتي برضه مش هعرف اقراها عشان هي ايه؟ بلوك. لازم اعمل ايه في البلوك دوت؟ افجره واخفي دي. كل اللي انا عايزه في الدي اكس اف الشلات والاعمده. انا عايز العمود كخط. لو العمود معمول له جوين او لو العمود مرسوم بوري لاين، برنامج السيف ما بيقراش البوري لاين. لازم اعمل ايه في البوري لاين دوت؟ افجره. طب يا هندسه انت واخد ليه العمود خط؟ هتعرف حالا. يبقى انا كل اللي انا عايزه من الدي اكس اف كام حاجه؟ حاجتين. اول حاجه الشلات، تاني حاجه العمدان لاين. بس اللي كان بيسال ورا كان بيقول ايه؟ ها عشان تبقى ملفوف. هلفها يعني عشان الاسياخ بتبقى موازيه للشلات. قول يعني لو عندي حاجه كده على المايل اقدر اعمل لها ستريتش. ستريتش طب خليني نبص عليها بعد المحاضره. ماشي يبقى تعالى لي. العمود بوينت ولا لاين؟ نرجع تاني نفس الموضوع. العمود المره دي حمل ولا سبورت؟ حمل. فالمره دي هاخده لاين مش هاخده نقطه خالص. ليه هندسه تعرف حاجه؟ اخد بقى دولت واقول له موف. موف عند مين؟ من اي مكان. بص 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 هي دي. كده حلو. اعمل بيرج. عندي كام لاير بقى دلوقتي؟ الشيرل ومين؟ الكولومز. بولي لاين ولا لاين؟ لاين. اسيفها كومبايند. ماشي كومبايند دي اكس اف واسيفها از دي اكس اف. سيفت ولا لا؟ اهي اروح افتح برنامج السام. كل اللي انا هحطه حاجتين. طبعا هعرف سمك البلاطه. سمك القعده هفرده كام؟ المينيمم 40 سنتي. تفرضها انت كام يعني؟ 60 70. لازم تعمل لها تشيك ايه؟ شيرو بانشنج. فايل
نيو موديل ولا امبورت؟ دي اكس اف ارتيشن بلان ولا اكس اف؟ ما فيش اصلا ارتيشن بلان. دي اكس اف، دي اكس اف 2 14 كومباين زد صح؟ زد. انا عندي شلات اللي هي الاير بتاعتها اسمها شيلز، بالمره ما اجيب كمان الايه العمود، مش العمود خط، الخط دوت فريم ولا نو ولا جوينت يا باشمهندس؟ دي فريم، دي كاميرات. لا فريم دي خط، ايا كان بقى ايه هو زد كله جوم اهم صح. ده اللي على السلام. اخش اعمل ايه بقى؟ ديفاين. ديفاين لمين؟ ماتيريال. يلا بينا. 2 ونص 22 5 اصفار. اوكي هعرف مين كمان؟ اريا سيكشن. اريا سيكشن في القواعد بنختار الاريا سيكشن بتاعتنا شل سن ولا شل سك؟ سك. اللي بيزيد عن 60 سم بناخده سك. اسميها كومباين. اخدها كم سم؟ 60 ولا 70؟ 60 ماشي. الممبرين 6 من 10. البندنج 55. ليه 55؟ لا يا فالح، لا مش كده، عشان الكفر 5 سم في القواعد مش 2 سم ونص. 5 سم. اوكي اوكي. طب الكاميرا دي او الفريم ده او العمود ده اعرفه ايه؟ برضه برضه بوينت. لا كلاين، انا عايز اللاين ده، اصل انا ما ينفعش اعمل رن هندسه وفي حاجه مش متعرفه، لازم كل حاجه ليها قطاع. انا عايز اديله قطاع مش موجود، دامي. يبقى انا هعمل ديفاين دامي. طب انت ليه جاي بالخط بتاع العمدان؟ قول لنا. هكمل شويه. فريم سيكشن اد نيو كونكريت بوينت 001 بوينت 001 واسميه ايه ده بقى؟ دامي. طب لو سميته حاجه غير دامي هينفع؟ عادي يا عم اهو، اسميه اي حاجه ينفع. اي يا جماعه مش حفظ، اي حاجه. عايز ده في حاجه؟ طيب انا عرفت بس لسه ما خصصتش صح؟ يبقى انا هعلم على كله. هخصص للفريم القطاع ده اللي هو الضمي ده. مين بقى هو الفريم؟ العمدان صح؟ هعلم تاني واخصص للبلاطه الساين اريا. اريا ايه؟ سيكشن. اللي هي مين بقى؟ الكومبايند. كده انت معرف كل حاجه. في مشكله لحد دلوقتي؟ صعبه. حط الاحمال بتاعت العمود. العمود ده حمله كان كام؟ 200 دوت وركينج ولا التيميت؟ وركينج. دلوقتي انا بطلع حديد، الحديد دوت يبقى ايه؟ يبقى هضربه مش مفيش بقى دوت باتن ولا كومبينيشن، هو كله حاله واحده على طول. طب احط الحمل بتاع العمود ده فين؟ تعالى بقى، اوعى تحطه في نقطه واوعى تسيحه على كل المساحه، لا. امال انا جايب ليه خطوط العمود؟ علشان اعلم على الشلات في منطقه العمود واحط الحمل على النقط اللي حوالين العمود. يبقى اقول لي كده من غير العمدان وهي تكون لاين، كنت هتعرف مكان العمود ولا مش هتعرف؟ مش هتعرف. طب نقط العمود نفسها ما تعلمش عليها، يبقى انت بتعلم على نقط الشلات. طب انت كده معلم على كام نقطة؟ لو انت بصيت تحت على الشمال هيجي يقول لك 18 بوينتس. 18 بوينتس اهي. 18 بوينتس. 300 صح؟ 200 مضروبة في 1.5 300. ال 300 دي هيتقسموا على كام نقطة؟ 18. يبقى 300 نقطة، 300 حمل على 18 نقطة، يبقى نصيب النقطة الواحدة كام طن؟ 16 طن ونص.
يبقى انا زي زمان بقى ازاي احط حمل على النقطه؟ الساين جوينت لود فورس في اتجاه فورس جلوبال مين؟ زد سالب كام؟ 16.6. يبقى كده العمود عبارة عن ايه؟ احمال. طب تاني 110 working with ultimate، يبقى 110 في 1.5 عشان تتحول ايه؟ ultimate تديك 165. هقسمهم على كام نقطة؟ الله اعلم. هروح اعلم على النقط اللي حوالين العمود. اشيل النقط اللي حوالي بتاعت العمود نفسه. 12 نقطة. يبقى 165 على ال 12 بيديك 13 كام؟ 75. يبقى انا هقول له assign joint load force سالب 13.75. 13.75 اصحى. خلصت. فاضل لي حاجه اخيره قبل ما اعمل الرن، امثل رد فعل البلاطه. هل ينفع اعلم على النقط واقول له assign joint restrain؟ لا. ليه بقى؟ لان التربه هيحصل لها انضغاطيه، صح ولا لا؟ هيحصل لها settlement، فانا لازم امثل settlement ده. امثله ازاي؟ بالرجال. امثله ازاي؟ عن طريق حاجه كتبتها انت بالسوين، بس انت مش بتفتكرها طبعا، اسمها السب جريد رياكشن مودلس. سب جريد رياكشن مودلس كي كاتب كي. كده ليها قانون، كده دوت تساوي بيري كاباسيتي مضروبه في الاريا اوف شيلد. الاريا اوف مش او الاريا اوف شيلد مقسومة على الهبوط سيبتنال. البيري كاباسيتي بكام؟ 1.5 كيلو جرام لكل سنتي. لو ضربته في 10 تتحول ايه؟ طن لكل سنتي، يبقى ليا في كيلو جرام لكل سنتي، يبقى انا كده هحوله طن لكل سنتي. الاريا اوف مش كام؟ الاريا اوف مش ربع في ربع ست متر هبوط. ده انا هعرفه هجيبه منين طبعا؟ تقرير التربه. بس ده هو متقاوش خد 1 سنتي. ثابته يا باشمهندس؟ لا طبعا. هتيجي ليه بقى؟ تقرير التربه. السنتي دوت انا لو خدت بتاعته في المتر، يبقى لو قسمته على 100 يديك ايه؟ سنتي تقسمه على 100 يديك الوحدات المتر. مقام المقام بس يعني 100 دي كانها فين؟ فوق. عشان كده الناس حافظه القانون كده. بيرنج كاباستي في 1000. تيجي يقول لك انا اللي جبتها منين؟ بيرنج كاباستي في 1000. تحت ايه بدات في ايه؟ 10 تحويل وحدات. وال 100 تحويل سنتيمتر بالسنتيمتر. بيرنج كاباستي في 1000 في ربع في ربع او في نص في نص. بيرنج كاباستي 1.5. واحد ونص في 1000 في ربع في ربع 93.75. ده ايه ده بقى؟ ده السب جريد رياكشن مودلس. ده اللي بيعبر عن ايه يعني ان شاء الله؟ ده اللي بيعبر عن رد فعل الايه؟ التربه. فين بقى احط الاسبرنجات دي؟ على كل النقط فيما عدا نقط العمود. assign joint restrain spring spring assign joint spring. المرة دي بقى translation واحد ولا اثنين ولا ثلاثة؟ ثلاثة ده اللي هو مين؟
زد. كم بقى زد؟ 93 75. يبقى هو دلوقتي الراجل مثل لي ايه بقى؟ التربه بتاعتي بسبرنجات اسيف ساب كومبايند بقول له رن موديل دونت رن. هبدا اشوف العزوم. بص بقى العزوم، انا عندي عزوم في اتجاه اكس وعندي عزوم في اتجاه مين؟ واي. بص القعده المتفرجه عامله كده يا جماعه، طبعا هي مايلة يعني بس انا مش ضبطها، يعني هي مايلة بس انا عدلتها. يعني لو انا خدت شريحة في اكس كده شكل العزوم هيبقى عامل ازاي؟ الشريحة دي كده شكل العزوم، هنا بصفر وهنا موجب صح؟ وهنا بايه؟ سالب كده، وبعدين موجب وبعدين سالب. ده كده ام 1 ولا ام 2 ورمه. عندي عزوم تحت وعندي عزوم فوق، فبالتالي انا عندي تسليح سفلي وعندي تسليح علوي. اهو ام 1 1. بص بقى لو جيت شاورت كده هلاقي العزوم تقريبا بصفر، وكل لما اخش كل ما يحصل العزوم تزيد، بقينا وصلنا لحد عزم كام؟ 10. بشوف العزوم على وش العمود ولا جوه العمود؟ يبقى عرفت ايه فايدة الخطوط؟ ايه فايدة الخطوط؟ حاجتين، تحط الحمل وتطلع نتائج من على وش الخطوط ديت. يبقى المومنت هنا بكام؟ 10. المومنت هنا 7. دخلت في النص، المومنت ايه اللي حصل له؟ قلب بقى سالب 6. دخلت كده بقى 24. جيت كده 24 قول 25. يبقى قيمة العزوم عندك كام قيمة سفلية؟ 4. هنا كان بكام؟ 7. هنا كان ب 8. هنا كان ب 24. هنا كان 25. يبقى اخد أكبر قيمة سفلية وأصلح عليها التسليح السفلي. طب هنا؟ سالب 6. يبقى أنا هاخد ال 25 وهاخد ال 6. ال 25 تديك التسليح الإيه؟ وال 6 العلوي. احط دي فين بقى في شيت الاكسل كومبايند؟ كومبايند ماكسيمم بوزيتيف ان لونج في اتجاه الطويل اكبر عزم كام؟ 25. اف ال 3600. الجي 0.72 او 0.826. التي مين هي التي؟ سمك القعدة 60 سنتي. الكفر 5. التسليح قطر كام؟ قطر مثلا 16. يبقى أنا محتاج كام 16؟ 8 16. طب اللي فوق المعلومات دي كلها ثابتة صح؟ فأنا ممكن أعمل إيه فيها؟ أكررها. أنا عندي العزم 6 ماكسيمم نيجاتيف إن لونج 6. التسليح بتاعي مثلا 12 هيبقى كام؟ 12 8 12. يبقى في الاتجاه سفلي اتجاه طويل سفلي تسليح كام؟ 8 16. طب قول عضو مين؟ 8 فاي 12. ده كده في اتجاه اكس او في الاتجاه الطويل. في الاتجاه القصير، في الاتجاه القصير كل اعلى تتصرف كانها اعلى منفصله، فهنا كده هلاقي العزوم عامل كده، وفي العمود اللي بعده هلاقي العزوم عامل كده. كم قيمه؟ 4 قيم.
اطلع التسليح السفلي على انهي قيمه؟ الكبيره. طب ده سفلي بس، فين العلوي؟ مينيمم. مينيمم الاواد 1.5 دي اهو. فاكر السكشن كات؟ فاكر السكشن كات؟ درو سكشن كات. ده شكل العزوم بتاعنا صح؟ سفلي وبعدين قلب ايه؟ علوي وبعدين سفلي تاني. طب تعالى بقى ام 22. العزوم هنا 29، العزوم هنا 27، العزوم هنا 40، يبقى الماكسيمم كام؟ 40. لو حطيت في فاي 16 13 يمشي؟ طب 18 10 18 يمشي؟ زي الفل. طب المينيمم كام يا هندسه؟ حط قيمه مومنت صغيره وليكن مثلا مومنت نص ولا حاجه، هيطلع لك المينيمم 8 كام؟ ما تحطش صفر يعني، حط صفر. صفر المينيمم كام؟ ما هو بيحسب المينيمم 8 وربع وبيحسب قيمه التسليح. لو لقى قيمه التسليح بتاعتك اكبر من المينيمم بياخد قيمه التسليح بتاعتك، لو لقى قيمه التسليح اقل من المينيمم بياخد مين؟ المينيمم. يبقى انا في الاتجاه الثاني سفلي كام؟ 10 18. علوي كام؟ 8 12. كده يا بشكل؟ طبعا. مطلوب منك البروجيكت بتاعك. صممت عمدان او هتصمم عمدان. ماشي؟ بعد ما تصمم عمدان صمم الاساسات. كم دور يا باشمهندس؟ 5. ايه ايه؟ يلا اجازه سعيده. وانا بخسس العداد مساحه.